Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va dire la deuxième partie concernant la résolution des équations. Déjà, je vais vous dire la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, l'équation concernant l'équation de deuxième degré. Je vais vous dire les cas particuliers de l'équation qui vont dérouler la résolution. اليوم غادي نكملو في هذا الفيديو التتمة ديال الفيديو السابق غادي نهضر على لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري مي لي تيتكتبو بطريقة مغايرة على هذا الشكل هذا نعطيه اكزومبل مثلا اون تخوا اكس فاكتور اكس موان 5 بلوس 7 فاكتور اكس موان 5 ايكال زيرو هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري علاش هادي ايكواسيون دو دوزيام دوغري باش تنعرفو الدوغري ديال ليكواسيون خصني بعدا ندير ديفلوبمون ونمشي نشوف لو تيرم لي في اكس لي عندو البلو غون اكسبوزون لي عندو اكبر اس هذاك لو تيرم لي عندو اكبر اس هذاك الاس راه هو الدوغري ديال هاديك ليكواسيون دابا حنا الا تخيلنا درنا ديفلوبمون هنايا 3 اكس مضروبه في اكس غتولي عندك واحد 3 اكس او كاري وهاديك اكس او كاري غادي يكون هو لو تيرم هو البويسونس اللي عندها البلو كون اكسبوز 7 فوا اكس تلقى 7 اكس اكسترا دونك غيكون عندنا اكبر اس بالنسبه لاكس غيكون هو 2 بالضبط في 3 اكس فوا اكس عطينا اكس وكار دونك هادي في الحقيقه راه ايكواسيون دو دوزيام دوغري لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري ملي تنبغو نخرجوهم هنا شوف عندك اختيار اما ديفلوبي هادشي وتسامبليفيهم بعد تخدم غير بدلتا داكوغ هذه طريقة ديفلوبي هادشي وتسامبليفي ويولي تكتب على هاد الشكل هذا ومن بعد تخدم غير بدلتا داكوغ او بيان نقدر انا بويسكو عرفت هادي راه ليكواسيون دو دوزيام دوغري نقدر او ديبا ما نديرش ديفلوبمون ندير الفاكتوريزاسيون داكوغ لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري الا بالك فاكتور كوما راه سي ميو كو دلتا هنا تيبان ليا فاكتور كوما علاش لانه هذا تيرم نعتبرو كل تيرم وهذا كامل تيرم وفي هاد لي دو تيرم كاين عندنا هذا فاكتور وهذا فاكتور وهنا عندنا 7 فاكتور اكس دونك شنو الفاكتور كومان اللي كاين هنايا وكاين تخي كلير هو اكس موان 5 دونك كنجي شنو ندير نكتب اكس موان 5 ونسد اقواس ونفتح قوس شنو بقى ليا في هاد لو تيرم انا فاكتوريزيت ب اكس موان 5 كتبقى ليا 3 اكس نجي نكتب هنايا هنا عندي بلوس نكتب بلوس عاوتاني فاكتوري درت الفاكتوريزاسيون باغ اكس موان 5 اي فين شنو يبقى ليا في هاد البلاصه تبقى ليا 7 سي فيني علاش سي فيني هنا لانه ملي تيكون عندنا برودوي كيساوي زيرو هاد ليكواسيون راه تخي سامبل غندير الفاكتور الاول اكس موان 5 ايكال زيرو والفاكتور الثاني اللي هو 3 اكس بلوس 7 ايكال زيرو اكس موان 5 جا الاخرى تولي 5 وهنا 3 اكس ايكال موان 7 هادي غادي نعاودها والاخرى اكس ايكال موان 7 سور 3 دونك في هاد الحاله اس شنو غتساوي غتساوي 5 وتساوي موان 7 سور 3 اي سي فيني داكوغ دونك تري سامبل ما كاينش عندنا اشكال نقدروا نطيحوا في ايكواسيون وحده اخرى اون مثلا اكس على بويسونس 3 بلس 8x او كاري ايكال زيرو هادي في الحقيقة ماشي ايكواسيون دو دوزيام دوغري هادي راه ايكواسيون دو تخوازيام دوغري داكوغ انا فات مني كتبتها مي نهضر عليها داكوغ شوف شي غير تفوت دوغري دو ليكواسيون دو دوغري دو لا تخوا اكسيتيرا كتولي لا مايور فاسون باش دير الريزوليسيون لهاديك ليكواسيون هو الفاكتوريزاسيون هنا تيبان ليا فاكتور كومان تخي كلير كاين اللي يقول ليا اكس مي انا نقول لك اكس او كاري سي ميو اكس او كاري راه كاين هنا و هاد اكس على بويسونس 3 راه نقدروا نكتبوها كوم سا اكس او كاري فوا اكس بلوس 8 فوا اكس او كاري ايكال زيرو دابا الفاكتور كومان هو هذا اكس او كاري فوا اكس علاش هي اكس على بويسونس 3 لانه هنا هاد اكس راه بحال عندنا اكس على بويسونس 1 1 بلوس 2 سي 3 لانه يعني تيكون عندنا جداء قوتين عندهم نفس الاساس راه كنحتفظوا بهاد لاباس وكنجمعوا هاد لي زيكسبوزون 2 بلوس 1 سي 3
ومن بعد دابا نفاكتوريزي بي اكس وكار، شنو غتولي عندي اكس وكار لي فاكتور، شنو يبقى هنا؟ تبقى اكس، وهنا شنو غتبقى ليا؟ ويت ايكال زيرو. هاد لي طاب هادير انا غير وضحت، راه ممكن هاد لي طاب ما ديرهاش ليا كاع من هنا ديريكتومون، كتب ليا الريزلت كوم سا داكوغ، انا غير وضحت انايا. ابخي شو اللي عندي؟ برودوي كيساوي زيرو، الفاكتور الاول نعتبره هو هذا غنديرو كيساوي زيرو، والفاكتور الثاني نعتبره هو هذا اكس بلس ويت ايكال زيرو. اكس او كاري ايكال زيرو بصفه عامه، شتي متى تكون عندك اكس ماشي على بويسونس دو، اكس على بويسونس ان، شي عدد اكس على بويسونس واحد، قدرة اكس يكون تعبير اكسبريسيون، الا كان شي اكسبريسيون على بويسونس واحد نون بوزيتيف ايكال زيرو، شنو تعني هادي؟ فوقاش واحد البويسونس كتساوي زيرو، ملي تتكون لا باز ديالها كتساوي زيرو. من بعد الا بغيت تحل هاد ليكواسيون خد غير هاد ليكسبريسيون ديالها كتساوي زيرو، هاد ان ما تبقاش تكتبها بحال كيف ما غادي ندير هنا اكس او كاري كالا زيرو، ناخذ غير هاد لا باز نديرها كتساوي زيرو، و اكس ايكال ويت رجع لاخرى تولي موان ويت. اذا في هاد الحالة، حنا في هاد الحالة سوليسيون غادي تكون عندنا زيرو اي موان ويت، تندير بوان فيغول بيناتهم. داكوغ، نعطي واحد ليكزومبل على هادي عاوتاني باش تشدو الامور مزيان. عاد تقدر تكون عندنا اكس على بويسونس 8 لو تو على بويسونس 9 مثلا ايكال زيرو، هادي نطبق على هاد القاعده، عندنا بويسونس كتساوي زيرو كناخدو غير لا باز نديرها كتساوي زيرو، اكس بلس 8 ايكال زيرو، يا بخي 8 رجع لاخرى تولي عندي موان 8، دونك ليكواسيون عندها سوليسيون وحده اللي هي موان 8 اي سي فيني. داكوغ، دونك الله يرضي عليكم هاد لي تكنيك ضبطوهم ليا مزيان. غادي نشوفو شي قاعدة شي ايكواسيون واحدة اخرى. اون مثلا نقدر نهضر على اكس فاكتور اكس موان 5 فاكتور 3 اكس بلس 7 ايكال زيرو، ولا بلس راسين 7 ايكال زيرو. هنا في الحقيقة هاد ليكواسيون ماشي دو دوزيام دوغري، هادي راه دو تخوازيام دوغري، لانه الا درنا الديفلوبمون على فان غادي نلقى واحد اكس على بويسونس 3. داكوغ، فوالا. هنايا افضل طريقه باش نحل شي ايكواسيون اللي طاحت ليا بحال هكا، ممكن تلقاوها بحال هذا النوع، تقدروا تلقوه في الثانيه بكالوريا، برودوي ديال دو فاكتور ولا 3 فاكتور ولا 4 فاكتور تساوي زيرو، هذا تعني ان واحد في هاد لي 3 فاكتور كيساوي زيرو، اما هذا كنديرو كيساوي زيرو، أو هدا هو لي تيساوي زيرو، أو هدا هو لي تيساوي زيرو. قاعدة الله يرضي عليكم، ملي تيكون عندي واحد العدد ديال لي فاكتور كيساوي زيرو، كندير الفاكتور اللول كيساوي زيرو، أو الفاكتور التاني إكسيتيرا. من بعد هنا إكس إيكال زيرو، هنا ونكتب لأنه ديجا غيزولي، هنا موان خمسة الجهة لخرى تولي إكس إيكال خمسة. وهنايا ما نزربش 3 اكس راسين 7 للجهه الاخرى تولي موان راسين 7، هادي مازال ما تحلاش، نعاود نكتب هادي، نعاود نكتب هادي ونكمل هادي، اكس ايكال موان راسين 7 سور 3. دونك في هاد الحاله عندنا 3 سوليسيون، عندي 0 عندي 5 وعندي موان راسين 7 سور 3 اي سي فيني. داكوغ، نعطي اكزومبل اخر، عندي ايكواسيون كوم سا، فوالا x facteur 3x moins 4, d'accord, égale 7 facteur 4 moins 3x. هنا عندنا لو شوا، اما نديفلوبي ومن بعد نجمع كلشي اللي تجي ونخلي هنا زيرو، وتخرج هي ايكواسيون دو دوزيام دوغري، نقدر ندير فيها دلتا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تيبان ليا كاين واحد الفاكتور كما تقريبا، غير هو كاين في الجوي بجوج، اذا ولا درت ديفلوبمون تتبان ليا دير ايكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك افضل حاجه شنو ندير؟ نشد هاد لو تايم نحولو لجي باش تبقى هنا زيرو، واش تولي عندنا هاد ليكسبريسيون تبقى كما هي. وهاد البرودوي هذا ملي تنحولو تنغير سولمون لو سين اللي قبل من البرودوي، اما هنا لداخل ولا هنايا هنا اصلا كاين الضرب، هنايا إشارة واحدة اللي تتبدل، لخدينا هادشي كامل هاد البرودوي، راه عندنا سات مضروبة في هادشي، إلا خدينا هاد البرودوي حولنا لجهة أخرى، الحاجة الوحيدة تتبدل هي الإشارة اللي قبل من البرودوي اللي هي قبل من سات إكزاكتومون. هنا عندي بلوس سات تولي عندنا موان سات، وهادشي يبقى كما هو. داكوغ، عقل على هادشي. من بعد تيبان ليا فاكتور كومان تقريبا، ولكن مختلفين هادو ماشي هما هادو، كاين عندنا واحد لا تكنيك شنو تتقول، وهادي عقلوا عليها الله يرضي عليكم مزيان. شتي متى تكون عندنا ا موان بي
وبغينا دبي نجيبها في بلاصه او انا كدير واحد الماء كومسا وعندك الحق تقلب هاد الجوج بموا راه الا حيدتي الاقواس هنايا غتوصل لهاد النتيجه هادي. الا حيدنا الاقواس مش هتولي عندنا اي تبدل الاشارات لا غتولي ناقص بي زائد ا ولا بدلنا الترتيب تولي ا ناقص بي. اذا فين ما يكون عندكم شي فرق بحالكو بغيت تبدلوا البلايص ديال هاد الجوج وموا تبقى الوسط خرج واحد الموا على برا وافتح اقواس واقلب مع راسك داكو. هاد القاعده نقدروا نعموها بصفه عامه الى عندنا ك عامل ل ا ناقص بي وبغيت هاد الجوج نبدل البلايص ديالهم كتبدل هاد الاشاره اللي كاينه تولي موان ك فاكتور ومن بعد قلب ليا مع راسك دير بي موان ا. هادشي اللي غادي نجي ندير هنا هنا اكس غتبقى 3 اكس موان 4 الى قلبت هاد الجوج البلايص ديالهم باش يولي عندي من نفس فاكتور هنا وهنا غنقلب هاد الجوج مي هاد الاشاره تبدلت تولي بلوس 7. دابا عندي الحق نكتب 3 اكس موان 4 ايكال 0. الفاكتور كومان دابا راه تخي كليغ راه هو 3 اكس موان 4 ها هو 3 اكس موان 4 فاكتور هنا تبقى اكس بلوس 7 ايكال 0. شو اللي عندي على فان ولا عندي برودوي كيساوي 0 ندير هذا كيساوي 0 و اكس بلوس 7 ايكال 0 وتنكمل. دونك سوليسيون راه واضحه ما فيهاش مشكل نزيد نكمل حتى نلقى على فالقا اكس تساوي 4 سور 3 اي موان 7 مزيان. نشوفو شي اكزومبل واحد اخر احسن ناخدو شي ورقة واحدة اخرى فوالا ناخدو الورقة هادي نيت. ممكن يكون عندنا اون اكس او كاري موان 4 اكس بلوس 4 plus 5 factor x moins 2 égale 0. On a l'équation. On a l'équation du deuxième degré. Quand on a, il y a le terme qui a le plus grand exposant, c'est x au carré. Donc, on a l'équation du deuxième degré. Finalement, on a l'équation du deuxième degré. On a l'équation du deuxième degré. Il a 4 mortels, il a de la forme. Il a 4 mortels, il a de la forme. On a tendu les delta. سورتو متى تكون ا و بي و سي ديفيرون دو زيرو. مي الا كانت عندنا ليكواسيون كلها مختلفه على هذا الشكل هنا راه عندنا هادشي كامل عندناش غير هاد الجزء. هنا افضل طريقه هي الفاكتوريزاسيون. اشنو تندير ملي تنبغي نفاكتوريزي؟ هنا ديجا عندنا واحد الفاكتوريزاسيون هادي راه قرينا نقرا 5 فاكتور اكس موان 2 دونك عندي ديجا واحد الفاكتوريزاسيون. هنا زيرو مزيان خاص انا ملي تنبغي نفكر الفاكتوريزاسيون خاص هاد الجهه لأمام يساوي خاصها تكون ضروري فيها زيرو. هنا ديجا عندي الفاكتوريزاسيون كنمشي نفاكتوريزي هاد الجزء اللي بقى ليا وهاد الفاكتوريزاسيون منقربش يعني نخليها. هادي إلا شفتو فيها مزيان هادي راه إيدونتيتي روماركابل إكزاكتومون التانية اللي شفتوها في الإعدادي. في الحقيقة هاد ليكخيتور راهي كتكتب على هاد الشكل هذا أ أو كاري موان دو أ بي بلوس بي او كاري. هاد ليكخيتور كتكتب على هاد الشكل هذا لانه هنا كاتخ بحال عندنا دو ا لا بويسونس دو داكوغ. وهاد الشكل هذا الفاكتوريزاسيون ديالو شنو هي ا موان بي لو تو او كاري. دوك نطبق هنايا هاد اشوف هو هاد العدد اللي كاين هنا جينا كتبناه هنايا وهاد بي هو هاد العدد اللي كاين هنا جبناه كتبناه هنايا داكوغ. دونك x plus ou moins un dire moins qu'on quand on dit une plus ou une plus est-ce qu'on a plus on a 4 rayé 2 au carré donc à 2 j'ai que voilà le tout au carré et il est dans le développement d'il est dire à la fin exactement il est plus quoi 5 facteur x moins 2 égale 0. Après je n'aurai d'en dire facteur commun ici il y a ou x moins 5 x moins 2 qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas x moins 2 au carré après là x moins 2 on va faire x moins 2 deux fois وحده غادي نعمل بها وحده غادي تبقى ليا اكس موان 2 تبقى ليا واحد اكس موان 2 بلس. هنا نكون عملت بها هادي درت الفاكتوريزاسيون بقات ليا غير هاد 5 درت لي كروشي لانه عندي ديجا بارونتيز نحيد هذوك لي بارونتيز اللي كاينين داخل غتولي عندي اكس موان 2 بلس 5 غنحيدو الاقواس حتى حاجه ما تشونج. دونك مادام حتى حاجه ما تشونج ندير حتى السامبليفيكاسيون اكس غتبقى موان 2 بلس 5 سي بلس 3 وهاد لي كروشي نقدرو نديرهم غير بارونتيز داكوغ ايكال زيرو. لي كروشي راه بحال لي بارونتيز غير ملي تيكترو عندنا لي بارونتيز تنستعملو بلي كروشي.
شي يولي عندنا x موان 2 إيكال 0 و x بلس 3 إيكال 0 نكمل هنا دونك ما كاينش صعوبة داكوغ فوالا نزيد واحد آخر إكزومبل أون ها مثلا عندنا x فاكتور 12x بلس 4 موان 12x موان 4 إيكال 0 هادي إيكواسيون دو دوزيام دوغري كيف قلنا بغيتي ديفلوبي اون بعد سامبليفي وتخدم بها دلتا تيبقى داكشي صحيح بغيتي تخدم بهاد الشكل هذا x فاكتور 12x بلس 4 تيبان ليا هنا نقدر ندير واحد البارونتيز هنايا الا دات بارونتيز قدام هاد الموان كوم سا كاع لي سين اللي غادي يكونوا هنا داخل البارونتيز كل ما يتبدلوا كاع لي سين اللي بقاو هنايا قدام هاد الموان لانو درت البارونتيز هنا هي هادي كل ما يتبدلوا شاتولي هنا 12x غتبقى وهاد الموان تبدل هي بلس 4 راه الا حيدنا الاقواس كنشونجو لي سين غنرجعو فين كنا دابا فاكتور كوما ولا تيبان ليا تخي كلاغ هنايا نفاكتوريزي ب 2x بلس 4 هنايا فهاد البلاصة غتبقى ليا غير هاد x وهنايا يبقى ليا هنا راه بحال عندنا ا هنايا دونك تولي ليا موان زان بعدا ندير هاديك تساوي زيرو او بيان هاديك تساوي زيرو تنكمل ما عنديش اشكال داكوغ دونك تيبان ليا بالنسبة لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري لي مفروض ضبطوهم حنا شفناهم في هذا المثال او في هذا الدوزيام فيديو دونك شيرز اليف ميرسي انفينيمو ا فوتر اتونسيون جو فو دون رونديفو ا لا بروشين فوا افيك دوتر فيديو اي دوتر انفورماسيون اللي تفيدكم ان شاء الله في المسار ديالكم الدراسي السلام عليكم